أصبح من السهل جدا في وقتنا هذا تفسير جميع الظواهر تقريبا، وذلك بفضل الفيزياء، فلجميع العناصر الكيميائية مكانها في الجدول الدوري للعناصر. ومع ذلك لا يتوقف العلم عن اكتشاف مواد جديدة ذات خصائص لا تصدق. في هذا الفيديو سنخبركم عن المواد غير العادية والمبتكرة التي قد تخطت جميع القوانين الفيزيائية والكيميائية. لكن قبل أن نواصل، ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. الأولى، الشبكة الميكروية. طورت المادة والمعروفة بالشبكة الميكروية من طرف علماء في مختبرات HRL بجامعة كاليفورنيا، وتعد تلك المادة هي الأخف وزنا على الإطلاق. فهذا الصمام الاصطناعي يسمى بالشبكة الميكروية، مكون من الهواء بنسبة 99.99%، لكن به صلابة عالية. لكن على الرغم من ذلك فهو أخف مئات المرات من رغوة الصابون، فإذا تم وضعه فوق زهرة الهندباء البارية فسيكون ثابتا دون أن يسبب أي ضرر للزهرة. تتكون تلك المادة من أنابيب معدنية مجوفة ومتصلة ببعضها البعض بشكل ثابت، ويبلغ سمك كل أنبوب 100 نانومتر. يؤكد العلماء أنه إذا قمت بتغطية بيضة دجاجة بهذه المادة وقمت بإلقائها من الطابق 20، فإن البيضة ستسقط سليمة. ويتم العمل في الوقت الحالي أن يتم إدخال تلك المادة في صناعة هياكل الطائرات والسفن، لكنه بالوقت الراهن يتم استخدام تلك المادة في صناعة البطاريات وأجهزة الحفاظ. الثانية، الهلام الهوائي. الهلام الهوائي أو الإيروتشيل هي مادة أخرى مطورة أقل وزنا من الهواء لكن أكثر صلابة. الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الأنواع والدرجات منه، لكنه بشكل عام يشبه الجل كالشامبو والصابون السائل، لكنه يختلف بشيء واحد، وهو أنه يحتوي بداخله على غاز بدلا من الماء. فإذا رأيتها ستظن للوهلة الأولى أنها رغوة خفيفة شفافة، لكن ملمسها صلب أكثر، فبإمكانها تحمل وزن 200 مرة من وزنها، مما يدل على شدة مقاومتها. في الوقت الراهن تستعمل تلك المواد في إنشاء المواد العازلة للحرارة، كما أن ناسا تستخدم الإيروتشيل لاصطياد جزيئات الغبار الفضائي. الثالثة، الطين صلصال المغناطيسي. لتلك المادة أسماء عديدة، ومنها البلاستيسين المغناطيسي والبلاستيسين النانو وهاك جام. فتلك المادة المثيرة للجدل عبارة عن سائل كثيف بلاستيكي، ويمكن أيضا تشكيله بنفس الوقت، وبإمكانك استخدامه لنحت أي شكل تريده كالطين الصلصال دون أن يلتصق بيديك، وبإمكانه أن يتمدد لمئات السنتيمترات كالعلكة. وإذا قمت بتشكيل كرة وألقيتها على الأرض فترتد لك مرة أخرى ككرة حقيقية، لكن إذا قمت بطرقها باستخدام مطرقة فسوف تتفتت وتتقطع تلك المادة كقطعة ورق، وتتحول إلى مادة لا شكل لها، وذلك إذا قمت بوضعها فوق سطح صلب لوقت طويل. وإذا قمت بوضع مغناطيس بالقرب منها فستبدو كما لو كانت على قيد الحياة، حيث ستتمايل وتتحرك مع اتجاه المغناطيس، فلن يمل الأطفال أبدا من اللعب بتلك المادة الغريبة. الرابعة، مائع لانيوتني. تلك المادة معروفة جدا لدى العلماء، لكن إذا كنت لا تعرف خصائصها فسنخبرك بها. كلما حاولت غمر شيء فيه في هذا السائل بشكل أسرع كلما زادت لزوجته، وعلى النقيض كلما كانت سرعة غمر شيء فيه أقل فتقل درجة لزوجته، فينغمر هذا الشيء الذي قمت بإدخاله بكل سهولة. يكتشف العلماء العديد من الاكتشافات المتعلقة بشكل رئيسي بدراسة درجة مقاومة هذا السائل، لكن الجميع يستمتع كثيرا بوقتهم بالمرح في هذا السائل. فهذا السائل الغامض الذي لا يمكن الغرق فيه تحول إلى أداة للمرح والترفيه في كل أنحاء العالم، فيتم إنشاء مسابقات واحتفالات خصيصة لهذا السائل، بل ويقوم البعض باستخدامها كتمارين جمباز،
فأصبحت بالنسبة للأطفال كبديل لأرجوحة القفز، ولا يمانع الكبار من لعب الكرة أو ركوب الدراجة فوق سطح مليء بهذه المادة. الخامسة، هيدروجيل IDN. تحتوي الطبيعة على مواد مثيرة جدا للاهتمام، لكن أحيانا يقوم العلماء بتطوير تلك المواد لتتخطى حدود العلم والفهم. فتعد تلك المادة التي تراها أمامك من فصيلة المواد الخارقة وتسمى هيدروجيل IDN، وقد تم ابتكارها من قبل بعض الباحثين بجامعة كورنيل. فإذا قمت بوضع تلك المادة في المياه فتتغير إلى الحالة السائلة ثم تعود إلى شكلها الأصلي. يعتقد العلماء أنه سيتم تطوير تلك المادة ليكون بإمكانها المرور من ثقب إبرة ثم العودة مرة أخرى إلى شكلها الطبيعي عندما تمر من الثقب، وتدخل تلك المادة في صناعة الدوائر الكهربائية. السادسة، سداسي فلوريد الكبريت. أن تجعل مكانا ما به جاذبية منعدمة كالسفن الفضائية أصبح أمرا سهلا للغاية، فقد كل ما تحتاجه هو حوض زجاجي مليء بغاز سداسي فلوريد الكبريت، وبعد ذلك قم بوضع حاوية مصنوعة من رقائق الألومنيوم. وإذا قمت بسكب غاز سداسي فلوريد الكبريت بواسطة كوب داخل تلك الحاوية، ستجد كما لو أن تلك الحاوية أصبحت مملوءة بالماء، فتصبح أكثر وزنا وتسقط ببطء في قاع الحوض الزجاجي. وإذا قمنا بوضع بالون داخل هذا الحوض الزجاجي، فسيثبت البالون في تلك الحالة كما لو كانت الجاذبية منعدمة. فإذا رأيت ذلك في أحد المعامل الكيميائية بالمدرسة، ستنبهر كثيرا بتلك التجربة. السابعة، الرمال السحرية. قد يصعب تصديق وجود رمال لا تمتص المياه ولا تسمح للسائل أن يتوغل بين جزيئاتها، لكن هذه حقيقة. فقد نجح العلماء في ابتكار رمال سحرية مكونة من مادة كيميائية مخصصة تمنع الرمال من التفاعل مع المياه. فإذا قمت بوضع تلك المادة داخل كوب ماء، فلن يتناثر كالرمل العادي، بل سيتحول إلى كتلة سميكة. وإذا قمت بإخراج الرمل هذا من الكوب، يعود لحالته الأصلية مرة أخرى. من الممكن الاستفادة مستقبلا بتلك المادة في الأمور المتعلقة بنقص الموارد المائية، لكن للأسف تكلفة صناعة هذا الرمل باهظة للغاية، وتستخدم حاليا فقط في الخدع السحرية لترفيه الأطفال. الثامنة، أسيتات الصوديوم. تعرف تلك المادة بشكل شائع باسم الثلج الساخن، ويرجع هذا إلى حالته الصلبة غير العادية التي تنشأ نتيجة التفاعل الكيميائي لهذه المادة. هذا الثلج الساخن يمكن صناعته بكل سهولة في المنزل، فلن تحتاج إلى معمل كيميائي متخصص، ولن يتطلب منك أيضا مواد كيميائية يصعب الحصول عليها. فقط كل ما ستحتاجه هو بيكربونات الصودا وخل الطعام العادي، فينشأ نتيجة لهذا التفاعل بعض الكريستال، فيعطي منظرا رائعا بشكل مثل. فبمجرد أن ترى هذا بعينيك ستراه كما لو كان سحرا. التاسعة، D3O. تلك المادة البلاستيكية المطاطة ذات اللون البرتقالي اللامع تشبه جدا مادة مائع لانيوتني بسبب هيكلها. تم اختراع تلك المادة بواسطة متزلج الجليد ريتشارد بالمر، الذي كان يبحث عن مادة ليستخدمها كوسيلة للحماية في فصل الشتاء أثناء ممارسة التزلج على الجليد. فتلك الرياضة الخطيرة لا تتطلب فقط مادة لتحمي جسد المتزلج، بل تتطلب أيضا شيئا قويا لكي يحمي اللاعب من الاصطدامات في حال سقوطه. ولهذا فتلك المادة تعتبر حلا مثاليا لتلك المشكلة. وبعد أن تم عرض خصائص تلك المادة الواقية والفعالة، جعلت تلك المادة تفوز بشعبية كبيرة. فكما رأيتم الآن، قد تحملت تلك المادة الديناميكية الهوائية مقاومة الاصطدام، وتستعمل الشركات العالمية تلك المادة لصناعة معدات واقية لمتزلجي الجليد وراكب الدراجات، فضلا عن استخدامها لصناعة السترات المضادة للرصاص. بإمكانك الحصول على تلك المادة من خلال الإنترنت، وهذا الاختراع الجديد متوفر الآن في العديد من المتاجر الإلكترونية. العاشرة، الجرافين. تلك المادة هي اكتشاف القرن 21، فهي الأخف وزنا والأكثر صلابة. فطبيعة تلك المادة جعلت العلماء يعثروا على ثغرة في القوانين الفيزيائية،
حيث بسبب تلك الثغرة جعلوا هذا النسيج الذري الثنائي الأبعاد أن يقوم بوظائف مادة ثلاثية الأبعاد. وقد كشفت العديد من الأبحاث عدة وظائف جديدة لتلك المادة، فتستخدم كورق ملون مقاوم للنار، وتستخدم أيضا كفلتر مياه، بل وتدخل أيضا في صناعة البطاريات والدروع الخفيفة والمواد الإلكترونية الأخرى التي تدخل في صناعة الروبوتات، وتدخل أيضا في صناعة بعض الأجزاء الدقيقة في أجهزة الحاسوب. كل هذا يمكن فعله بواسطة الجرافين إذا تعلمنا طرق استخدامه جيدا. فعلى سبيل المثال، قام فريق من الباحثين بتطوير نسخة إسفنجية من تلك المادة لكن ثلاثية الأبعاد، لكنه يحتوي فقط على كثافة 5% من كثافة الفولاذ، لكنه أكثر صلابة منه بعشر مرات. هل تتخيل قوة هذا الاكتشاف؟ فمئة كيلوغرام من الفولاذ تعادل 5 جرام من الجرافين. 11. الخرسانة ذاتية المعالجة. نعلم جميعا أن الجماد لا تتجدد من تلقاء نفسها، فالكوب المكسور لا تتجمع أجزاؤه المكسورة من تلقاء نفسه ويكون كالجديد، ولا يكون للصدع الزجاجي أن يتم إصلاحه ذاتيا، وكذلك جدار المنزل المتشقق لا يمكن أن يعود أبدا كالجديد من تلقاء نفسه. لكن العالم الميكروبيولوجي الهولندي هين يونكيرز بجامعة ديل قام بابتكار الخرسانة البيولوجية، وهو عبارة عن مادة تقوم بإصلاح تصدعاتها وتشققاتها بشكل ذاتي دون تدخل البشر أو حتى دون استخدام ذكاء اصطناعي. حيث قام هذا العالم بوضع داخل تلك المادة كبسولات دقيقة بها بكتيريا غير مضرة بالبشر، فتقوم بإنشاء تفاعل كيميائي في التصدعات والشقوق. في الواقع هذا عبارة عن اندماج الطبيعة داخل مواد البناء، وقد قام العلماء بإجراء تجارب أولية على تلك المادة خارج المعمل وكانت النتيجة إيجابية، وربما يقوم العلماء باختراع أوراق حائط تغير من ألوانها تلقائيا أو اختراع أرضيات خشبية تغسل نفسها بشكل ذاتي، فقد حان الوقت الآن لنعيش المستقبل. 12. غاليو. إذا كنت قد شاهدت الجزء الثاني من فيلم The Terminator فبالتأكيد تتذكر هذا الآلي ديميل المصنوع من هذا السائل المعدني الذي يغير من شكله. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا لم تقم بعد بتطوير مثل هذا المعدن بشكل كاف ليظهر كما في هذا الفيلم، لكن في الواقع توجد مادة شبيهة لتلك المادة السائلة وهو الغاليو. فهذه المادة الكيميائية تنتمي إلى المواد الخفيفة ويصنف كأغرب العناصر المكتشفة، وهو لا يظهر في الطبيعة بشكل واضح، لكن الغريب هنا ليس بسبب ندرته بل بسبب قدرتها على تغيير شكلها، فيتحول إلى حالة صلبة عند تعرضه لدرجة حرارة منخفضة ويذوب عندما يوضع بغرفة دافئة. وبالطبع إذا وضع في اليد فستتحول تلك المادة إلى سائل فضي. وبالطبع لا يزال العلماء يبحثون عن طرق للاستفادة من هذا الغاليو على الرغم من استخدامه حاليا في الصناعات الميكرو إلكترونية. تكنولوجيا المستقبل واختراعات مذهلة والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بعالم التكنولوجيا ستجدها بقناة حقائق العصر، فلا تنسى الاشتراك بها، ستجد الرابط أسفل الفيديو. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو، فلا تتردد في مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.